يصعب نسيان هذه الصور، تابعها العالم في مارس الماضي من الشمال الشرقي السوري. معركة القضاء على داعش في معقله الأخير في الباخوس. طوابير من المسلحين المستسلمين، لم تكن الصور الأقوى وقعا حينها، إنما هذه. نساء من قاتلوا تحت الراية السوداء، توعدنا وهتفنا لزعيم التنظيم وبالولاء له. قتل البغدادي وعدنا إلى حيث هن. مخيم الهول تلوح ملامحه في الأفق، مقتربا منه تسترجع ما في ذاكرتك من معلومات ترتبط باسمه، تحاول تخيل أوضاعه، تظن أنك تعرف، ولكن مهما فعلت سيصدمك ما بداخله حين تعبر سياجه. Have you heard about al-Baghdadi? Huh? Al-Baghdadi. دولة الباقية، دولة الإسلام باقية. I was in Dawla. I was in Islamic State. تتكلم الإنجليزية بطلاقة، إلا أنها رفضت التعريف عن اسم بلدها الأصلي واكتفت بترديد شعارات. I'm from the Islamic State. تلتفت من حولك، النساء بالأسود يرسمن ملامح المشهد هنا، يشكلن مع الأطفال غالبية سكان المخيم، فالرجال قتلوا أو استسلموا أو اعتقلوا لتبقى النسوة، وهن ليس أقل خطورة من سلاح رجالهن الذي ذبح وقتل. Why are you here? Because I'm from Daesh, no? That's why I'm here. How's it said? Do you still believe in the ideology of Daesh? Yes, of course. Of course. Why it would change? Look how they treat us here, just like animals, just like dogs. You treated others like animals. Daesh cut people's heads off. تصدمك الإجابات أكثر، وتستمر محاولة انتزاع أكثر مما تخفيه هذه المرأة داخلها. الحمد لله. Abu Bakr al-Baghdadi has been killed. Another one come. And if this one is killing, another one will come. And another one. هي من جنوب أفريقيا، غيرها من أستراليا ومن روسيا ومن فرنسا ومن إيطاليا و 70 دولة مخفية وراء السواد الذي تصر هذه النسوة على ارتدائه في الظاهر كما في الباطن، يحميهن القانون الدولي على اعتبار أنهن لم يعدن طرفاً في أعمال عدائية. ولكن ماذا بعد ذلك؟ تتساءل قلقا. If France won't take you back, what will you do? Ah ben on va retourner avec l'État islamique s'ils reviennent. C'est soit ça, soit c'est soit l'un, soit l'autre. Vous croyez que l'État islamique va revenir? بإذن الله. إن شاء الله. سونيا كانت منفتحة أكثر من غيرها على الحوار، قالت إنها من إيطاليا وإنها تنتظر قبول روما لعودتها، ولكن إن لم يحصل فليكن تقول. So you'd like to go home to Italy? I don't know if it's possible, yeah, but if not, I stay in camp. ستبقى وسيبقى طفلها وطفلتها معها في خيمة. ليست بخيمة، فالكل مدرك أن الماضي الأسود لم يترك المكان هنا، بل مستمر في التغلغل أكثر في تفاصيله.